بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، في هذا الفيديو سوف نقوم بحساب الأرباح التي تأتي من موقع التعدين فوزيكس. على ما يبدو بنسبة 99% أن هذا الموقع هو أفضل موقع للتعديل البيتكوين من حيث الأرباح، حيث أنه يمكنك أن تسترجع رأس مالك في مدة 3 أشهر وعشرة أيام تقريبا أو 12 يوم. فإن شاء الله سوف نقوم بواحد العملية حسابية، فغيتأكد لنا بأن الموقع يقوم بالتعدين بأفضل ثمن وبأرباح سريعة جدا بالمقارنة مع جميع المواقع التي تقوم بالتعدين. فإخواني الكرام، أظن أن الفرصة مواتية لمن يهتم بتعديل العملات الإلكترونية، فأنصحه بهذا الموقع لأنه لحد الساعة أفضل موقع من حيث الأرباح، وعلى ما يبدو إخواني الكرام بنسبة كبيرة جدا فهو صادق، بسبب أنهم يقومون به ببث مباشر للتعدين ومصنعهم الذي يقومون بالتعدين فيه. كما تشاهدون تاريخ 27/8/2017 هو تاريخ اليوم، وكما تشاهدون هذه هي الأجهزة. فأظن أن الموقع صادق بنسبة كبيرة، فمن يهتم بإخوان بتعديل العمولات فهذا الموقع من أفضل المواقع الموجودين حاليا، فهو يعتبر كنعتبره أنه أول موقع من حيث الأرباح. فلا يوجد أي موقع تعدين يعطي نسبة الأرباح التي يعطيها هذا الموقع، وسوف نقوم بعملية حسابية لنرى إخواني الكرام كم يساوي 1 جيجا اتش جي اتش سي، كم يساوي 1، وما هي أرباح الأسبوع بالنسبة لمية جيجا وألف جيجا، وما هي الأرباح بالنسبة للشهر بالنسبة لمية جيجا وألف جيجا. إخواني الكرام، للعملية الحسابية إخواني الكرام لمعرفة ثمن 1 جيجا اتش، سوف نقوم بهذه العملية. لدي 22 جيجا، والأرباح التي أربحها يوميا هي 880 ساتوشي. سوف نرى إخواني 880، سوف نقوم بقسمتها على العدد جيجاش هي 22، تعطينا 40 ساتوشي. إخواني 40 ساتوشي هي ثمن 1 جيجاش. الآن سوف نقوم بحساب 100 جيجاش كم تعطينا في اليوم، فما علينا إلا ضرب 100 في 40 ساتوشي، أي 100 جيجا نضربها في 200 في 40 ساتوشي، وثمن 100 الثمن ديال 100 جيجا هو أظن أنه هو صفر، نعم هو 0.004 بيتكوين، هو ثمن 100 جيجا. سوف نرى كم تساوي 0.04 تقريبا 17.5 دولار، 100 جيجا ثمنها تقريبا 17 دولار. سوف نرى الأرباح اليومية من 100 جيجا، نقوم بضرب 40 في 100 تعطينا 4000 ساتوشي. سوف نرى كم سوف تعطينا في الأسبوع، أربعة عشر نضربها في 7 28000 ساتوشي، كل أسبوعيا 28000 ساتوشي.
سوف نقوم ضرب يعني 4000 ساتوشي التي تأتينا يوميا، سوف نقوم بضربها في 30 يوم، سوف تعطينا 120000 ساتوشي. سوف نرى كم تساوي 120000 ساتوشي. 0.00 هكذا 5 دولار يعني كل شهر، 5 دولار يعني كل شهر، ونحن قمنا باستثمار 17 دولار. سوف نقسم 5 دولار على 17 لنعرف كم من شهر سوف نسترد أموالنا. سوف نقوم بقسمة 17.35 نقسمها على 5.2 دولار انظروا إخواني 3.3 أشهر يعني فاصلة 3 يعني تقريبا أقل من 15 يوم يعني 3 أشهر وأسبوعين نقوم باسترداد يعني 17 دولار، وما تبقى يعني من وما تبقى فهو أرباح. تشاهدوا إخواني يعني 3 أشهر وسوف نقوم باسترداد أرباحنا. فلا يوجد أي موقع تعدين يعني يعطيك رأس مالك في حدود 3 أشهر، فإن صدق الموقع فسيكون أقوى موقع للتعدين. الآن إخواني الكرام سوف نقوم بحساب 1000 جيجا، 1000 جيجا يعني تأتي 0.04 كما تشاهدون، 4 2 1 0.5 مهم 0.004. سوف نرى كم تساوي 0.4 173 تقريبا 175 دولار. سوف تعطينا 1000 جيجا. سوف نرى كم يعني تساوي 1000 جيجا يعني كم سوف نربح في الأسبوع وفي الشهر. سوف نقوم يعني 40 ساتوشي سوف نضربها في 1000، سوف تعطينا 40000 ساتوشي يوميا. 40000 ساتوشي سوف نضربها في 7 أيام سوف تعطينا 280000 ساتوشي. سوف نشاهد كم تساوي 280 يعني تساوي 0.0280 هكذا 12 دولار في الأسبوع، 12 دولار يعني في الأسبوع، و سوف نرى في الشهر كم سوف تعطينا يعني 40000 ساتوشي. سوف نضربها في 30 يوم، انظروا 1,200,000 ساتوشي. سوف نرى كم تساوي 0.0252 دولار إخواني. فلنقوم يعني بقسمة 173 على 52 لنرى كم المدة التي سوف نسترجع فيها أموالنا. 173 دولار نقوم بقسمتها على 52 دولار على 52، انظروا ثلاثة كما تشاهدون 3.3 يعني 3.3 أشهر يعني تقريبا 3 أشهر و10 أيام أو 12 يوم أو هكذا. فأسرع موقع للتعدين إخواني الكرام يعطي أرباح يعني في 3 أشهر تسترجع رأس مالك، ثم بعدها يمكنك الربح يعني جميل. فإخواني الكرام من أراد التعدين فأنصحه بهذا الموقع، فليجرب 100 جيجا وليقوم بسحبها، لأن كما تعلمون إخواني مواقع يعني التعدين لا يمكن أن تتنبأ يعني بصدقها، فلا يمكن أن يكون أي موقع
لا يمكننا أن نعرف أي موقع هل هو صادق 100%، ولكن أظن أن الموقع صادق والله أعلم. ومن أراد إخواني أن يربح من الموقع وأن يسترجع يعني رأس ماله في 3 أشهر و15 يوم، فهذا هو الموقع الذي يمكننا الاستثمار فيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.